احنا عمال في الصناعه دي كلنا يعني، في الوجوه اللي هم النجوم بتوع الصناعه، وفي وجوه خلف الكاميرا، وفي يعني مهرجان جمعيه الفيلم ده مهم جدا 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 لدعم الصناعه ولا يتوقف على فرد، وانما هو انا يشرفني ان انا احضر يعني. انا ما تابعتش حاجه خالص لان انا بشتغل بصور يعني، ف دوبك النهارده كده اخدت اجازه عشان اجي احضر. ده بيبقى في ايد لجنه التحكيم كما افهمها يعني، انه هم لجنه التحكيم ارتقت انه ما فيش يعني عمل يرتقي الى مستوى اللجنه عشان ابقى واضح، فبتحجب الجائزه يعني، ملوش اي معنى تاني غير كده يعني خالص يعني. لا ما فيش حاجه ضايقتني في الشغل انا خالص يعني، خالص خالص. انا اللي ضايقني هو مخالفه العقل. مخالفه العقل ده يعني انه اذا غاب القانون وغاب يعني حد يحكم في خلافات زي كده، يبقى ده امر خطير جدا جدا. يعني المساله مساله تعاقد، انت يعني بتتعاقد مع جهه وبتشتغل تبعها وبيدوا لك الاجره بتاعتك، وفي شروط أدبية أخرى وعملية أخرى، من ضمنها مثلا أن أنت لو عطلت التصوير فأنت اللي مسؤول عن تعويض المنتج. طب ولما المنتج يضرك فين مسؤوليته؟ هو ده السؤال. طبعا أنا ما بحبش أشخصن الحاجات يعني، ما بحبش أنه يتقال إيه أصل دي خناقة بين فلان وفلان أو بين فلانة وفلانة أو بين فلانة وفلانة، لأن كل الحاجات دي معطلة. احنا وراء قانون للصناعة، قانون للصناعة يوصف الوظائف ويحدد المسؤوليات ويحدد الحقوق المترتبة على هذه المسؤوليات، ومن ثم لما نرجع بالرقابة على الجهاز كله على الصناعة يعني نعرف نطلع نتائج منضبطة والشغل ينضبط. انما هي المساله مش شخصيه يعني، الموضوع في الـ في الـ في النقابه، وطبعا السيد النقيب مهتم شخصيا. انا لسه قايل دلوقتي انه المساله مساله القانون، وفي عقود يجب ان تراعى لان العقود دي بتحفظ حقوق، فاذا اضاع احد الطرفين حق من الحقوق فهو اللي يسال. اصلا في افلام في العلب لسه يعني منتظره تويت العرض.